تعليقا على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي الليبي الاستاذ ياسين خطاب. اهلا بكم الى استوديو الرافدين استاذ ياسين. الامم المتحده تقول بان مسلحين هاجموا مركزا للاجئين في العاصمه طرابلس. حكومه الوفاق تتهم قوات حفتر بهذا الهجوم. بماذا تفسر هذا الهجوم من قبل حفتر؟ نعم، انا لم اسمع سؤال جيدا. كيف تفسر الهجوم الذي حصل اليوم ولمركز للاجئين في العاصمه الليبيه طرابلس؟ حكومه الوفاق تتهم حفتر بهذا الهجوم. نعم، بالجزء تحيه لك ولمشاهديك الكرام. اهلا بكم. في حقيقه الامر ان نحن ايضا شفنا حتى مصادر صحفيه غير ليست تابعه لحكومه الوفاق، مصادر صحفيه اجنبيه تحدثت عن ان قوات حفتر هي من قامت ب الهجوم على مركز لمهاجرين غير شرعيين، وان على الاقل قتل 2 منهم واصيب 10 اخرين. فانت اليوم تتحدث عن قوات للاسف الشديد اثبتت التجربه العسكريه على مدى 5 سنوات انها لا تدين بابسط القواعد، قوانين الحرب والقوانين والقانون الانساني الدولي. ولعل ابسط مثال اليوم نراه ان محمود الوفلي احد القيادات الميدانيه لقوات حفتر، والذي يعني عرف بانه ضابط الاعدادات، اليوم نراه ما زال يتحرك مع قوات حفتر بشكل اعتيادي. نرى ايضا الثلاثيه المدخليه المعروفه بالثلاثيه المقاتله، هذه الثلاثيه تتحرك بشكل اعتيادي. يعني انت لا تتحدث عن في الحقيقه عن جيش بالمعنى المنظم بالمعنى المحترف، وانما تتحدث عن مجموعه عن قوات عسكريه اتفقت على على موقف سياسي، اما برفض ثوره 17 فبراير في بعض منهم، او في موقفهم من طرابلس والنظره الى طرابلس على ان هي مركز الاموال وان يعني لابد ان ناخذ حقنا بهذه الطريقه اللي هي طريقه عسكريه بحت. نعم، قوات حفتر ضد الثوره. نعم، هناك مجموعات كانت مع الثوره واليوم ما يرون حفتر هو المعارك. استاذ، المعارك الاخيره اسفرت عن نزوح 35 ألف نازح و200 قتيل جراء معارك طرابلس. ما هو هدف حفتر من المعركه؟ هو في البدايه واضح ان حفتر كان يعتقد ان بامكانه ان يحسم المعركه في اقل من اسبوع. يعني هو كان مصممها على 3 أو 4 أيام مباراه عسكريه، وكان يعتمد او يعتقد ان بعض تحالفاته التي عقدها في المنطقه الغربيه، التحالفات الهشه التي عقدها، بامكانها ان تدخل له العاصمه بشكل سريع ومباغت. يعني كما نعرف الانقلابات العسكريه الاهم شيء هي المفاجاه او المباغته، وانا اظن ان قوات حفتر فقدت هذا العنصر، وفقدت عنصر اخر وهو مهم كان لها، هو عنصر الهجوم، انها كانت في حاله هجوم. اليوم قوات حفتر في حاله دفاع وتختار موقعها بشكل مفاجئ وبشكل متسارع جدا. لعلنا يعني من يراقب الاحداث العسكريه في اخر 10 ايام لا سيما في اخر 4 أيام تحديدا يدرك ان قوات حفتر بدات تختار مواقع حيويه استراتيجيه لها قاومت فيها في على مدى 10 ايام سابقه. اليوم نراها تقريبا اختفت من محيط مطار طرابلس العالمي الذي يعني صنعت حوله بروباغندا كبيره. نحن ايضا نرى محاور على تقوم مدينه غريان التي تعد المعقل الاخير لحفتر في المنطقه الغربيه. نعم، هناك من يرى بان حفتر يحاول تعقيد الامور بادخال ازمه النازحين في المعادله لادخال المجتمع الدولي على الخط لوقف القتال. يعني الايام الماضيه اثبتت فشل حمله حفتر على طرابلس. الى اي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ هو حفتر لا يريد تعقيد الامور بالنازحين، هو حفتر لا ينظر للنازحين اصلا. يعني تتحدث عن مدينه زي بنغازي اليوم فيها اكثر ما يقارب ال 100 ألف شخص نازحين لاسباب سياسيه، اسباب متعلقه بخوفهم على مصيرهم، لا لشيء الا لانهم يعارضون حفتر ومشروعه العسكري. ايضا هناك منازل بالالاف في بنغازي استولت عليها قوات حفتر واخذتها يعني بوضع اليد. فانت اليوم يعني فكره القوانين الانسانيه والقانون الدولي وقوانين الحرب
أنت تتحدث عن جيش نظام، يعني لما تتحدث عن القوانين أنت تتحدث اليوم لا تتحدث عن جيش نظام، لا يوجد جيش نظامي في حقيقة الأمر، وبالتالي لا يبالي بهذه بما تقوله حضرتك، ولا يبالي بما تقوله المنظمات والمؤسسات الدولية. إذن إلى أي مدى ترى بأن قصف ملاجئ النازحين هي أحد وسائل إرباك الحكومة؟ نعم، هو هذا يعني في استراتيجية كان حتى نظام القذافي يعتمدها، أنه عندما يريد أن يتفاهم مع الأوروبيين يحاول أن يضغط عليهم بورقة المهاجرين، ربما يفتح مثلا أحيانا يفتح الأبواب نحو الهجرة إلى أوروبا، يزيد من عدد تدفقات المهاجرين إلى الجنوب الأوروبي. ربما هذه أيضا أنا لا أظن لا أعلم تحديدا، لكن ربما هذا سيناريو أيضا، أن حفتر يحاول أن يستخدم ورقة المهاجرين للتفاهم مع بعض الدول الأوروبية لا سيما إيطاليا، على اعتبار أن إيطاليا حتى الآن موقفها رافض لحفتر، وعودة تدفق المهاجرين أمر مربك بالنسبة لإيطاليا، على اعتبار أن المهاجرين اليوم باتوا قضية أساسية حتى في طرف الانتخابات الأوروبية بشكل عام، ولا سيما في إيطاليا. التيارات الشعبوية التي تصعد اليوم في إيطاليا تصعد على أكثر قضايا المهاجرين وعلى موقف إلى حد ما عنصري تجاه المهاجرين، فقضية المهاجرين اليوم أصبحت في قلب الأولوية، فيحاول بعض الفاعلين المحليين وحفتر بعضهم أحدهم أن يتفاهم مع الأوروبيين من خلال هذه القضية. شكرا لك الأستاذ ياسين خطابة المحلل السياسي الليبي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.